السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زينب عبد الرحيم، سفير ومدرب معتمد لإدمودو. أهلا وسهلا بكم. الفيديو الحالي المستهدف به شرح كيفية الحصول على شهادة مدرب معتمد لإدمودو، ومش هقول شهادة، هقول خبرة، لأن احنا ياريت نطلع من نطاق السعي وراء الحصول على شهادة مقابل السعي وراء الحصول على خبرة. هو دوت الأبقى وهو دوت الأفضل وهو دوت اللي ليه قيمة، لكن الشهادة آخرها ورقة أو صورة بتشيرها على السوشيال ميديا، لكن الخبرة هي ديت اللي هتنفعك وهتنفع الطلبة بتوعك. إزاي أحصل على الخبرة ديت؟ من خلال الأكاونت بتاعك كمدرس على إدمودو. تقدر اللي انت تعمل سيرش على إدمودو تريننج، اكتب السيرش إدمودو تريننج، هتتنقل على الصفحة اللي قدامنا ديت. في التريننج في تو تايبس عندنا، ادمود ورك شوب. هنا هو كان قبل كوفيد 19 كان في ورش عمل بتتعمل فيس تو فيس، تقدر تعمل داونلود للورشة علشان لو انت حابب اللي انت تعمل انت بقى كمدرب بعد ما تحصل على الخبرة، عايز تعمل ورشة عمل، فده نموذج ممكن اللي انت تطلع عليه. الورش دي مدتها 6 ساعات ل 40 مدرس بتكلفة 2500 دولار، الكلام دوت قبل كوفيد 19، وكانت بتتناول المحاور الأساسية ديت، ازاي تعمل اكاونت، شرح كيفية اعمل اكاونت كمدرس، كطالب، كولي امر، ازاي تعمل جروب وتنظمه وادارته، ازاي تدير حوار، ازاي تعمل assignment، تعمل بول، تعمل كويز، ازاي تتابع تقدم الاولاد بتوعك من خلال اللي انت تشوف تطور التغير في درجاتهم، ومن خلال انت تمنحهم بادجات، ازاي تنظم المكتبة بتاعتك، ازاي تقسمها فولدرات ادارتها، ازاي تتواصل مع مدرسين اخرين في نفس مادة التخصص بتاعتك من دول اخرى، من ثقافات اخرى. احنا دلوقتي طبعا دوت لو انت عندك اوريدي خبرة التدريب وعايز تعمل ورش عمل، فالملف دوت هيكون مفيد. كمان لو انت عايز تعمل بقى جروب على ادمودو، جروب تطوير مهني في مدرستك، فاللينك دوت مفيد جدا، كرييت اور جوين بروفيشنال ديفلوبمنت جروب. هنا هو بيشرح ازاي تكريت جروب، ازاي تدعو الزملاء زملائك للانضمام من خلال كود الجروب او من خلال URL، وممكن ان انت تضغط طبعا على topics عشان تعرف تفاصيل اكتر عن ازاي انشئ جروب وادعي الزملاء ليه. لكن محور الفيديو الحالي هو ازاي انا ما عنديش مهارة التدريب وعايز اكتسبها، فهندخل على لينك Teacher Training Professional Development. الصفحة دي هي صفحة وسيط، مش أكتر من وسيط، هتنقلني على الفورم اللي أنا حمل فيها استمارة طلب الالتحاق بفصل التدريب المعتمد من إدمودو. كليك هير، المفروض إن هو في استمارة بتملاها، بس هو الاستمارات دلوقتي مقفولة بشكل عام، وكورس أو فصل التدريب القادم هيكون في شهر أكتوبر، وهيكون كورت 18 إن شاء الله. في ناس بتدخل على التدريب مباشرة إن هي تبقى عايزة تبقى مدرب معتمد على طول، وفي ناس بتاخد الموضوع ستيبس إن هي تبقى سفير الأول وبعد سفير تبقى مدرب. علشان تاخد عشان تبقى سفير لإدمودو في أبليكيشن بتملاه، وطبعا زي ما قلت ان الابليكيشنز هما دلوقتي مقفولة تماما، بس هي ديت الستبس اللي المفروض تمشي فيها، وبمجرد والمفروض ان انت تتابع الصفحة، بمجرد ان هما يفتحوا القبول بتقدم بتملى الابليكيشن وبيتم عرضها، وفي حال قبولها بيتم منحك نجمة زرقاء كده، هوت بتبقى بجوار اسمك، بجوار منشوراتك، بتبقى معروف ان انت صاحب المنشور دوت سفير لإدمودو، وطبعا ده الكوميونيتي بتاع إدمودو. في كمان تريننج ريزورسز،
ممكن ان انت تدخل على training resources، دي هتلاقي فيه فيديوهات كتيرة جدا تقدر ان انت تتفرج عليها. طبعا كل دي فيديوز، ممكن تعمل كليك all videos وهتلاقي فيديوهات طبعا تانية كتيرة جدا. افتح اي حاجة، وطبعا الفيديوز اللي هنا هو ادمودو هي اللي عاملاها خبراء، مش زملاء باجتهاد شخصي، ده فيديو عامله خبراء في المجال. وفيه هنا هو articles ممكن اللي انت تقراها، يعني ممكن فيديوز تشوفها او articles تقراها، زائد ان هو فيه فرص بقى ايه التدريب. قلنا الوركشوب وديت احنا فتحناها، في certified learner كورس، دوت كورس اغلبية الزملاء طبعا كان منتشر جدا من الفترة اللي فاتت، اللي هو الشهادة بتاعته بالاطار الازرق دوت، وكان موجود بلغتين، اللغة الاسباني واللغة الانجليزية. هننتقل دلوقتي ازاي ادخل على فصل التدريب المعتمد من ادمودو. قلنا دوت بيبقى ابلكيشن بيتملى، بس هو دلوقتي مقفول، بس انا هوري لك نموذج في احد الزملاء عاملة مدونة عنه. هي 3 خطوات، استمارة بتملاها، وبعدين امتحان بتحله، والامتحان دوت المفروض يكون تجتازه بنسبة 80%، والخطوة الثالثة فيديو بتصور سكرين كاست عن استخدامك لإدمودو، بتستخدمه ازاي، بتستخدمه مع الطلبة بتوعك ازاي، بتستخدمه في التطوير المهني ازاي، والفيديو المفروض مدته ما تتجاوز من 3 ل5 دقايق على ما اعتقد، المفروض اللي انت ما تتجاوز المدة ديت. وبتعمل سبميت، وبانتهاء الثلاث محاور ديت او الثلاث مهام ديت الطلب بتاعك بيتقدم، وفي حالة قبوله بيبعتوا لك ايميل، و بيبقى الايميل دوت مرفق بلينك الانضمام ل الكلاس بتاع التدريب. وكلاس التدريب بقى لما بتدخل عليه بيبقى التدريب عامل ازاي في ادمودو. التدريب في ادمودو تدريب مهام، بتكلف بثمان مهام اللي انت تنفذهم، كل مهمة بتنقلها، بعد ما بتنجزها بتتنقل للمهمة اللي بعديها، وبيبقى فيه منتورز معاك تقدر اللي انت تستشيرهم لو في حاجة وقفت معاك، بيبقى فيه فيديوهات المفروض ان انت بتشوفها قبل ما تنفذ المهمة، وبتشير الشغل بتاعك مع الزملاء، واخر مهمة بتكون مهمة سيمينار بتحضره، وخلال السيمينار دوت بيتم الإعلان عن شوية فرص بتتاح إليك كمدرب، إن أنت ممكن إن أنت تكون عضو بعد كده هوت مساعد لكيت بيكر في التدريب، أو ممكن إن أنت تاخد فرصة إن أنت تصمم ويبينار، ممكن طبعا بيبقى فرصة مثلا زي كامب موديت كانوا طالبين منتورز، الحاجات ديت ممكن ان انت تستفاد منها كمدرب. ودي المدونة دي تقدر تعمل سيرش عليها، هي شرحة فيها كل كمان دي اخدة سكرين شوت من الكلاس، يعني هو طبعا دوت معرفش هي اخدت موافقة باللي هي عاملاه ده ولا لأ، لانه دوت الليجل المفروض يعني في حقوق ملكية بس هي اخترقتها. في اجنده المفروض اللي انت تنفذها، ده بالنسبه للتدريب. التدريب بيبقى مدته 2 اسبوع، والتدريب الجاي ان شاء الله هيكون في شهر اكتوبر. تتابع ادمودو بحيث ان هو اول ما يفتح الاستمارات اللي انت تلتحق بالتدريب. اتمنى ان انا اكون وفيت اسئله الزملاء اللي تواصلوا معايا، ولو لسه في حد عنده أسئلة أرحب بالإجابة عليها، والتواصل معايا من خلال الأكاونت بتاعي على إدمودو. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.